كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، وكأن هالكلمات انكتبت لها، فهي أيقونة للشباب والحيوية والأناقة، إنسانة تحب الحياة والحياة تحبها، وفوقها فنانة شاملة تتقن الغناء والتمثيل وحتى الرقص، وسفيرة نوايا حسنة ومشاركة أساسية بأهم المهرجانات العربية، تضيف بحضورها لأي مكان بهجة ما تنوصف. بروفايل اليوم عن الفنانة الكبيرة يسرى أو سيفين محمد حافظ نسيب، واللي ارتبط مصيرها بالفن من اللحظة الأولى من ولادتها، فوالدتها شعرت بآلام المخاض وهي بالسينما تحضر فيلم لحن الوفاء لعبد الحليم حافظ وشادية، وانولدت يسرى بيوم 10 مارس 1955، وبعد انفصال والديها ظلت بحضانة والدتها وتأثرت كثير بعد ما تم إجبارها على الانتقال للعيش مع والدها واللي عانت من شدته وقسوته، حتى أنه كان رح يتسبب اعتزالها الفن نهائياً بعد ما صفعها بسبب أول أدوارها ألف بوسة وبوسة، واللي رشحها له مدير التصوير الشهير عبد الحليم نصر، وصورت مشهد قبلة فيه مع الفنان حسين فهمي، وتسببت هالقبلة بغضب والدها وضربة لها، لكنها استمرت حتى صارت أشهر نجوم جيلها بأواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، وقدمت حوالي 150 عمل ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، ومن الأفلام أبرزها حدوتة مصرية واسكندرية كمان وكمان مع يوسف شاهين، والراعي والنساء وامرأة واحدة لا تكفي مع الكبير أحمد زكي. أولاً أنا جاي أعتذرك على اللي حصل مني. أنا اللي عايز أعتذر لك. لا معلش، احنا اتنين أعصابنا بيضاء. أما مع الزعيم عادل إمام فشكلوا أحد أهم ثنائيات السينما المصرية، وقدموا سوا أفلام زي الإرهاب والكباب وطيور الظلام والأفوكاتو وعمارة يعقوبيان وبوبوس والإنس والجن والمنسي وغيرها من الأفلام اللي تصدرت شباك السينما بوقت عرضها. يسرى. أيوه. أنا كنت عايزة حضرتك في موضوع بس سري حبتين. خير. أما بالدراما فهي أكثر نجمة جيلها استمرارية حتى اليوم، وقدمت مجموعة كبيرة من المسلسلات الناجحة. أنا اسمي ديفيد جونس. اسمك غني. أبرزها رأفة الهجان مع محمود عبد العزيز، وطبعاً قضية رأي عام وملك روحي وسرايا عابدين والحساب يجمع وفوق مستوى الشبهات وخيانة عهد ولدينا أقوال أخرى وغيرهم كثير. حتى بالغناء كان حضور يسرى مميز بالرغم من قلته، فبداية الألفية الجديدة نجحت أغنيتها حب خلي الناس تحب بشكل جدا كبير، وكمان آخر أغانيها ثلاث دقات مع الفنان آبو واللي اقتربت من تحقيق 100 مليون مشاهدة على يوتيوب. أما على المستوى الشخصي فهي متزوجة من خالد سليم ابن الفنان ولاعب كرة القدم صالح سليم. تحية للفنانة الكبيرة اللي تزداد تألق وجمال بمرور السنين والأيام.